والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال أتابعها مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا ريهام الديب وشكرا يوسف عبدي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات مصر جون سو جونغ لبحث خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن التعاون بين الجانبين أسفر عن نجاح الشركة في تلبية احتياجات السوقين المحلية والخارجية، حيث تجاوزت مبيعات الشركة حاجز $1.3 مليار وأصبحت المصدر الأول في مصر في مجال الأجهزة الإلكترونية. نشر المركز العالمي لمجلس الوزراء تقريرا ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا، يسلط الضوء على تحقيق الصادرات المصرية لطفرة غير مسبوقة على مدار 8 سنوات باعتبار التصدير محرك لقاطرة التنمية والبناء. التقرير أظهر التغير الإيجابي في رؤية المؤسسات الدولية، لافتا إلى توقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ينخفض عجز الميزان التجاري لمصر خلال السنوات القادمة بسبب انخفاض الواردات. ووفقا للتقرير فقد تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة، حيث تقدمت 14 مركزا في مؤشر البنية التحتية، والوصول للأسواق لتأتي في المركز 82 عام 2023 مقارنة بالمركز 96 عام 2013. يأتي هذا بينما كشف التقرير عن زيادة كبيرة في قيمة الصادرات المصرية والتي سجلت 51.6 مليار دولار عام 2022 مقارنة ب 27.6 مليار دولار في عام 2014. قالت الرابطة الأوروبية لوسائل النقل الكهربائية إن عدد المحطات الكهربائية في فرنسا وصل لأكثر من 100,000 محطة شحن للسيارات الكهربائية بداية من العام الحالي. أضافت الرابطة أن فرنسا تستهدف بحلول عام 2030 أن يرتفع عدد محطات الشحن العامة في البلاد إلى 400,000 محطة، فيما تكتفي ألمانيا حتى الآن بنحو 70,000 نقطة شحن. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة، ونعود لاستكمال ما تبقى فيها مع يوسف وريهام. شكرا لك مصطفى.